عندما يصبح المسجد بيتك الأول أو الثاني فذلك دليل على مدى صدقك وقربك من ربك وكتابه، وذلك بالضبط ما تحدثت عنه فاطمة المتعلقة قلبها بالمساجد. أصبح التحفيظ جزء شيء في حياتي، يعني كنفس البيت، إني لما أرجع البيت لما أنزل التحفيظ نفس إنه التحفيظ هو بيتي الثاني، لأنه من 2006 إلى 2013 مدة طويلة فيها اعتدت على التحفيظ كاعتيادي على البيت. الشخص أول ما يجي يحفظ في البداية هو بيحس نفسه نوعا ما كأنه غريب، خاصة إذا كان مش من صغر سنه وهو في المراكز أو في التحافظ، بس أول ما يبدأ يتعود على هذه الأشياء بيحس إنه خلاص صعب إنه يفقدها أو يتخلص منها، فلازم إنه يستمر فيها، لأنه بيكون يعني معظم وقته تقريبا بياخذ ساعتين أو ساعتين ونص في اليوم، 5 أيام في الأسبوع أو 6 أيام، وهي متواجدة في المركز يوميا، فبتتعلق بزميلاتها بمدرساتها، يعني بتتفاعل مع المركز، فبيكون المركز بشكل عام يعني للطالبة والمدرسات يعني حاجة واحدة، كأنه لازم نحضر فيها ولازم نتفاعل فيها، يعني فرقة المركز مش حاجة سهلة، وهذا الشيء اللي بيخلي الطالب انه من يمكن يعني الغالب انه ما عاد يشش يخرج المركز، حتى بعض الناس يكتفي انه يكون موجود في المركز كيف ما كان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. كان ذلك عندما سألنا فاطمة عن سبب بقائها في المسجد منذ سن 5 حتى سن 19، تعلقت بالقرآن والتحفيظ وأهله أيضا. أول ما بدأت دخلت تحفيظ دخلت كان عمري 5 سنوات، حفظت قليل من جزء عام، بعدين دخلت في تحفيظ الخير صف السادس. الحمد لله فاطمة طالبة متميزة، دوامها بيكون فيه نوع من الالتزام، بتجي بدري، بتروح يعني تقريبا آخر الناس، الحمد لله فعالة في المركز بعد ختمها، يعني إذا احتاجت أي مدرسة وحصل عندها أي مثلا ظرف أو تأخرت أو واحدة مدرسة معها امتحان أو أي شيء بنمسكها في حلقتها، والحمد لله. قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي. يغرس القرآن في أهله عدة فضائل، ومنها السمت والهدوء وحسن الخلق، أما فاطمة فكانت لديها كل ذلك وزادت بالقرآن فضلا على كل تلك الفضائل. كانت هادئة وكنا نطرح أشياء قبل الكسر كانت ما تكسرهاش من عادي صغيرة. أول ما دخلت المدرسة كانت دائما تحاولني ما تغيبش حتى لو كانت مريضة. هذا يعني أيضا كانت حاولنا نحن نكون نذاكر لها، وهذا في البداية، فإذا البنت حاولت تذاكر لنفسها من البداية، يعني إذا شفت غلط إني أحاول إني أغير، سواء كان من والدي من والدتي، بس كل شخص له طريقته، يعني له أسلوب. أخلاقي أكيد تغيرت الأحسن، إني أحاول كل يوم إذا سويت غلط إني أحاول إني أرجع عن الغلط. أحس التوفيق في البيت في المدرسة كمان في التحفيظ. يمنحها شهدا وحفاوة. لم يكن دافعها الأول للحفظ سوى الغيرة من زميلة تتنافس معها في المدرسة، التحقت قبلها بالتحفيظ، ولم تشأ فاطمة أن تكون ناقصة عليها ولو في غير المقرر الدراسي، إنه القرآن وفيه يتنافس المتنافسون. دخلت بسبب كانت صديقتي دخلت قبل ما أدخل، هي اللي أثرت فيني ودخلت بعدها، هو كان بيننا تنافس في المدرسة، في لما دخلت من باب المنافسة دخلت بعدها، هي سبقتني أصلاً في الحفظ، أنا كنت أحاول أن ألحقها أصل عندها، بس هي كملت ختمت قبلي. بدأنا نشجع عليها هي وعمتنا نحضر لنا القرآن كله، تمام، هي اللي استمرت في التحفيظ، الباقية ما استمرت، ما استطاعنش نحفظين، هي الوحدة كانت تحفظ.
واستمرت بدافع ذاتي حتى كانت تحضر الصباح وبعض الظهر. استغربت يعني انه في عندها حماسه وفيها قدره على يعني بذل جهد اكثر من اللازم. لما يحضر واحد صباح وبعض الظهر ويدرس صباح وبعض الظهر متعب يعني. هذا ما ميزها عن البقيه. انا ما بدات الا بتشجيع الوالدين. يعني الام كانت بتهون علي العمل اساس انزل تحفيظ اساس انزل اكون احفظ اراجع. الوالد ما يعني من دوره انه ما بيمنعنيش عن التحفيظ، اذا كان في اي نشاط اي شيء في التحفيظ لا يمنعني. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة امة. استمرت الحافظة في التحفيظ منذ اكثر من 14 عاما، وعادت الحفظ أكثر من مرة وهي قادرة على إتمامه، لكنها لم تشأ أن تترك الحلقة فعمدت إلى التوقف عن الحفظ في سبيل إتقانه أولا وبقائها في مكان يحبه قلبها ثانيا. أول ما دخلت التحفيظ عام 2006 بدأت أحفظ، بعدين جاءت الكفالة اللي هي مشروع الشفيع في 2008، عدت الحفظ وصلت ختمت في 2012. انعكس حفظ القرآن في مستوى الدراسي، في يعني سهل عليها حفظ القرآن، سهل عليها الدراسة رغم أني درست علمي، سهل عليها الدراسة وسهل عليها أن يكون مستوى عالي حتى في المستوى الدراسي. طبعا هي حصلت في الثانوية على 91 يعني كانت قريبة من الأوائل يعني اهتمامها في التعليم كان البداية دافع ذاتي. فاطمة من النوع اللي ممكن نحن نعتمد عليها في الأنشطة، بتبادر بتكون أول الناس ومن أبدأ طالبة في هذا الموضوع، مستواها كمان ممتاز في الأنشطة كيف ما كانت نوعية الأنشطة. بيكون إحنا عندنا مسابقات مثلا، بيكون إحنا عندنا أطباق خيرية، إما تكون على مستوى الحلقات كحلقة يعني فردية أو على مستوى المركز ككل بيكون مستوى جماعي. بيكون عندنا كمان أنشطة كرحلات، كأنشطة متعددة عندنا في المركز، فالحمد لله بتكون وخاصة البنت بعد ما تحفظ أو طبعا بعد ما تحفظ بتكون أكثر تفرغ لهذه الأشياء. إذا كان الوقت منظم يكون الوقت مقسم على كل شيء، يعني وقت المراجعة وقت المذاكرة. خذه مشافهة كما نطق النبي. تؤمن فاطمة بأن الوقت هو الحياة، والحياة ليست ذات قيمة دون ترتيب للوقت. تؤمن أيضا بأن العوائق إنما هي أوهام، وإن الأوهام قد تصبح حقائق يتعثر أمامها كل من أسلم لها نفسه. أصحاب الفجر أراجع، وبعد الفجر أنام للساعة لوقت قبل المدرسة، بعدين أسير من المدرسة، ومن بعد المدرسة أبدأ أراجع. يكون حفظي من الساعة 1، يكون حفظي ومراجعتي للساعة 3، من بعد الساعة 3 أنزل التحفيظ، كنا دوم للساعة 6، بعد الساعة 6 أبدأ أذاكر المواد الدراسية للساعة 10. تساعد ما نوعا ما، لكن هي تميل إلى القراءة، قراءة الكتب، قراءة القراءة الأشياء. تحب أيضا تشوف البرامج الدينية، البرامج العلمية، يعني تركز على هذه الأشياء. البرامج الإنشادية بالذات كان بيقولها الإنشاد، كان بيقولها دائما الإنشاد، بس يمكن ما سعى إلى جانب الحفظ، لكن ما استمرتش في جانب الإنشاد. فاطمة متميزة في المنهج المصاحب للحفظ واللي هي العلوم الشرعية يعني كافتها، السيرة، الفقه، الحديث، التجويد، معنا كمان العقيدة، وهي أصل يعني لابد أنه أي إنسان ما يبدأ يحفظ إلا يكون عنده علم كافي بالعقيدة. الحمد لله فاطمة متميزة في هذا الشيء. تؤمن أيضا بأن الحياة التي تحب هي المحفوفة بالصعوبات التي تتجاوزها، ولا قيمة لنعمة دون عناء أو منحة دون محنة. الآية اللي أثرت فيني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أنه لا يكون التوفيق إلا بتوكل على الله والأخذ بالأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. تتميز الحافظة بهدوئها الكبير وعزيمتها الأكبر واستقلاليتها في التفكير والعمل، ولكن تحت سقف الطاعة لله وحده. أنا شخصيتي مستقلة بذاتي، لا أحب أن أكون مثل أي أحد، أهمي أني أكون ناجحة سواء في البيت، في التحفيظ، في المعهد، في الجامعة، في حياتي كامل، في الأمور الدينية والدينية. أثق في هذه، تروح المراحل ما أثق فيها. أيه. بعد القرآن أيضا. أيوة أيضا أنا حرصت أني إذا تتدرب، يعني دائما اللي يحفظ القرآن يعطي الله موهبة علمية في جانب العلمي، في استوعب، في لاحظت انعكس حفظ القرآن عليها في مستواها الدراسي. ضيئي بتراتيل القرآن وأضيئي أفئدة الحفظة هي حلق الذكر الريان. فاطمة وكل من التقيناهم في هذا البرنامج يؤكدون أن الرفقة هي الأهم في النجاح أو التعثر، فلم توكل أمرها لغير نفسها ومن كانت لمنهجها تسلك. الصحبة هي التي تأثر فيني، أنا دخلت التحويل بسبب صاحبتي، كنا مجموعات بنات خمس، كنا في نفس الفصل وكمان في نفس الحلقة، كان التنافس بيننا في المدرسة في التحفيظ. ما توقعت أني تحفظ القرآن تكمل في خلال فترة وجيزة، لما أكملتها استغربت أني استطعت أن أصل هذا المستوى بهذه السرعة، انعكس هذا على يعني انعكس علي، حتى انعكس على البيت، انعكس على البيت أنه في معنى أصبح شخص حافظ. أتمنى أن الكل يكون بهذا المستوى وهذا ونكون كل محفظ القرآن الكريم. أنا أنصح صديقاتي اللي يحس أنهم يتقبل مني، بس الناس الآخرين أكيد ما بيعرفونيش، ما جالسونيش، أكيد ما حتتقبلش. أتمنى أن البنات اللي أشوفهن خارج الالتزام بالدين. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، قد تلمعي ما قاله، قد اسمعي كلماته. تدرس الإنجليزية وتنوي التخصص في علوم الحاسوب، ولكن مع حلمها الأول وهو أن تصبح مدرسة للقرآن الكريم. أكون مدرسة إن شاء الله، أعلم القرآن الكريم كما تعلمته. الآن أدرس لغة إنجليزية دبلوم، إن شاء الله بعد العيد جامعة علوم حاسوب. هوايتي اللي دائما أضب عليها هي الرسم، أو إذا في أشغال يدوية تعلمتها أطبقها. أنا ساعدت في ذلك، حاولت أدخلها في دورة يعني إنجليزي وكمبيوتر، هذا أساعدها إنه يكون مستواها تقدير المعلومات. إحنا الحمد لله بنعتمد عليها يعني لأنه مستواها مرتفع، بس ضروري إن الطالب بعد ما يتخرج من الحفظ يتدرب على هذه الأشياء عشان يتمكن من قيادة حلقة أو السيطرة عليها، اللي يعني هي تحتاج هذا الشيء، لابد منه إنه تتدرب كيف بس مستواها تمام في إن تدير حلقة يعني منضبطة وخاصة في دوامها. مشاهدينا الكرام، الكثير من الدروس تستفاد من قصة فاطمة. أولا الرفقة، هي لم تلتحق بهذا المركز إلا بسبب صديقة لها في المدرسة كانت تتنافس معها في المدرسة، وأحبت أن تكون المنافسة أيضا في المسجد، والطالبتان أتمتا حفظ المصحف الكريم. الأمر الآخر هو ما ذكره والدها بأن أصبحوا فخورين فيها، وكانت عامل محفز لبقية الأسرة بأن يكونوا حافظين لأنها الحافظة الأولى بالنسبة لهم في البيت. الأهم من ذلك هو قولها بأن المسجد والتحفيظ هو بيتها الثاني، لم تنقطع عن التحفيظ منذ العام 2006 حتى الآن وهي مستمرة على ذلك. فاطمة، الكثير الوالد المدرسة واثقين فيك وجدا، فنتمنى لك إن شاء الله توصلي للي تحبيه، وخاصة أنك تحبي أن تكوني شخصية مستقلة بذاتك ومتميزة وناجحة، أتمنى لك النجاح، وهذه هدية بسيطة من قناة سعيدة. تفضلي والد، أتمنى لك التوفيق، إن شاء الله بقية الأولاد يوصلوا اللي وصلوا فاطمة إن شاء الله. شكرا.